أجبر الركود الاقتصادي في باكستان النساء على الخروج للعمل، إذ كشف البنك الدولي هذا العام أن 28% من الباكستانيات ولجن سوق الشغل بزيادة بلغت 5%. وسعت برامج حكومية إلى فرض تعليم مجاني على الفتيات، فسبعون من بين كل 10 باكستانيات أميات، خاصة في المناطق القبلية، وتسجل الأمية بين النساء على المعدلات في جنوب آسيا. لا نستطيع إتمام مشوارنا التعليمي بسبب العادات الاجتماعية التي لا ترحم المرأة. الأوضاع الاقتصادية صعبة، ولا تستطيع المرأة الحصول على فرصة عمل لإعالة عائلتها، ولا نحصل على أي دعم لخلق مشاريع صغيرة لتحسين ظروفنا. شهدت نسبة العنف ضد الباكستانيات ارتفاعاً بنسبة 7% العام الماضي، ومعاناة الباكستانيات لم ترصدها فقط تقارير المنظمات الدولية، فهي حاضرة أيضاً في أعمال عدد من الفنانين. تستأثر الأوضاع المعيشية الصعبة للمرأة الباكستانية باهتمام رسامين تشكيليين يحرصون على عرض قضاياها في أعمالهم الفنية. حضور المرأة بارز في لوحات الفنان شاكيل سايغول التي تعكس مواضيعه عوالم المرأة بشكل يتفاعل مع الواقع الذي تعيشه في باكستان. نلاحظ أن الفنانين بدأوا بمعالجة قضايا المرأة، فهي تحتاج إلى التعليم والصحة، وهذا ما يسعى المعرض إلى التركيز عليه، وهو إيصال رسالة مفادها أن الباكستانيات ينبغي أن ينالن حرياتهن. ويسعى سايغول إلى جانب فنانين آخرين إلى تنظيم معارض محلية مشتركة العام القادم لرصد قضايا المرأة الباكستانية والتعريف بحقوقها عبر مختلف المدارس الفنية. سعاد رودي، سكاي نيوز عربية، إسلام آباد.